لقائنا اليومي على شاشة النيل من القاهرة، بنستمر معاكم حتى قبل انتصاف للقاهرة بدقائق معدودة. مساء الخير يا شادي. مساء الخير يا أمل. وقفة حوارية رئيسية في هذه الحلقة، هنستعرض فيها أهم التحديات والقضايا الداخلية والخارجية في حوار خاص مع اللواء سامح سيف اليزر، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. ولكن قبل ما نبدأ الحوار، نبدأ في مجموعة من أخبار هذا اليوم. طيب، أبرز أخبار مصر النهاردة أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين كمان الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجتمع المصري كان في حاجة اجتماعية وقانونية ماسة لهذه التعديلات، لأنه العمل بقانون التأمين الاجتماعي بدأ منذ ما يناهز عن 40 عام، ووضعت أحكام القوانين المشار إليها لتلائم الظروف الاجتماعية وكمان الاقتصادية السائدة إنذاك. ونظرا لتغيير هذه الظروف، فضلا عن صدور بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن الأمر بيتطلب تعديل بعض الأحكام زي ما قلنا الخاصة بقانوني التأمين الاجتماعي عن طريق استبدال بعض الأحكام الخاصة بهم وإضافة أحكام أخرى كمان لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، فضلا عن المطالبات بتعديل نظام المعاش المبكر. أكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن الإعلان عن اندماج تحالف الوفد المصري والتيار الديمقراطي مسألة وقت، ولفت إلى أن الاجتماعات القادمة هتكون حاسمة لأن المصلحة الوطنية هي الدافع وراء هذا التوافق. وشدد سامي على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرا واستكمال باقي خطوات خارطة الطريق وفقا للدستور والذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري. كما طالب المهندس سامي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل سريعا واتخاذ قرارات عاجلة بإصدار قرار لتعديل مشروع قانون الانتخابات ليحل عدة مشكلات معقدة، خاصة فيما يتعلق بالقوائم المغلقة والإنفاق الانتخابي وتمثيل المصريين في الخارج. عندنا خبر تاني ومتابعة تانية من محافظة الأسكندرية، لأنه النهاردة تفقد محافظة الأسكندرية طبعا اللواء طارق المهدي مرحلة تجربة تشغيل المشروع الألماني للصرف الصحي اللي بيبلغ تكلفته 810 مليون جنيه. المشروع بيهدف لتوصيل خدمة الصرف الصحي لمناطق العمرية القديمة والناصرية وزاوية عبد القادر إبلي وبحري ومنطقة الكافوري. المشروع بيأتي ضمن خطة خاصة بالمحافظة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين الخدمات فيها، وده طبعا لرفع المعاناة عن المواطن السكندري. في خبر حزين، أعلن هيثم الحريري عن وفاة والده أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي مساء اليوم بعد صراع مع المرض. وقال نجلو أنه صلاة الجنازة على روح الفقيد هتكون غدا الخميس بمسجد أولاد الشيخ بمحرم بيه بالإسكندرية، على أن يكون العزاء بمسجد القائد إبراهيم بعد غد الجمعة، كما سيقام العزاء بمسقط رأس الفقيد بقرية الدواخلية في مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية يوم السبت المقبل. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل زكي والقيادي بحزب التجمع. مساء الخير يا أستاذ نبيل، وبنعزيك ونعزي مصر كلها في وفاة يعني المناضل الكبير الأستاذ أبو العز الحريري. نعم، البقاء أبو العز الحريري كان منذ سنوات طويلة في الصف الأول من المناضلين من أجل تحسين مستوى حياة الشعب المصري، من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل استقلال القرار المصري وحرية الإرادة المصرية، نضل ضد الفساد وضد مجموعة المحظوظين الذين كانوا يحصلون على ثروات الأمة ويزيدون من إفقار الشعب المصري. اتخذ مواقف عندما كان نائبا في البرلمان لا تنسى في الدفاع عن المقهورين، عن المظلومين، عن الفقراء، أيضا في كشف مخططات الفساد وفي محاربة المحسوبيات والاستثناءات والوساطات، أيضا ألقى الضوء على ما يجري في بعض الشركات التي كانت
تستغل الثروة المصرية لصالحها وتحاول باستمرار توسيع الفوارق بين الطبقات والضغط على الطبقات الشعبية وإفقارها أكثر فأكثر. الحقيقة قدم أكثر من مشروع قانون وألقى أكثر من كلمة على مدى سنوات طويلة من أجل الدفاع عن الأغلبية الساحقة الشعب المصري ومصالح هذه الأغلبية في حياة وحقها في حياة كريمة لائقة وحق المصريين في رفع مستوى معيشتهم وأيضا الحق في الاستقلال الوطني ورفض أي تبعية للأجانب منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وهو ناضل من أجل التعامل مع إسرائيل على نحو ندي وبشكل يؤدي إلى هزيمة مخططات العدوان والتوسع الصهيوني في المنطقة. طب أستاذ نبيل، يعني ما هي أبرز القضايا التي تصدى لها الراحل أبو العز الحريري؟ في موقف لا ينسى قدم وثائق ومستندات تتعلق بفساد في شركة كبرى مشهورة كشف فيها حقائق عديدة لم تكن معروفة للرأي العام عن كيف يتم استغلال مصالح حكومية وأجهزة في الدولة من أجل إسراء مجموعة محدودة من الناس على حساب الأغلبية الفقيرة. أيضا له مواقف عديدة تتعلق بانحرافات في القطاع العام، أيضا فساد في القطاع الخاص. يعني كان باستمرار هو المحامي المدافع عن مصالح الأغلبية وعن مصالح هؤلاء الذين لا صوت لهم والذين يعانون من العزلة على أيدي هؤلاء الذين حاولوا تهميش قطاع كبير من المصريين بعيدا عن الحياة الأدمية والحياة الإنسانية اللائقة. نشكرك أستاذ نبيل زكي القيادي بحزب التجمع وبنعزي مصر كلها في وفاة أبو العز الحريري. نروح لمحافظة الإسكندرية مرة أخرى لأنه بينضم إلينا من هناك سيادة اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير فندم. طيب سيادة اللواء، أولا ما ملامح أو حجم مشكلة الصرف الصحي داخل محافظة الإسكندرية؟ طب ممكن أقطع معلش، أنا كنت مستني حضرتك تستني يعني الموضوع. سيبيني أعزي مصر كلها في أبو العز الحريري. هذا الرجل مناضل عبر السنين، يمكن احنا كمحافظة قدمنا له درع لمجمل اعماله كرعاية شعبي، مش شرط انك تكوني موظف حكومة، مش شرط ان انا ابقى وزير، مش شرط ان انا ابقى محافظ عشان اعمل هذا الكلام. كان اخر جهد لي معانا جهد واضح عشان ما يبقاش كلام مرسل، كلامه على بحيرة بريوت، حلوله لبحيرة بريوت، نزل وهو في شدة الاعياء وفي شدة المطر المرض وحضر معانا مؤتمر في المحافظة، وبعد كده أنا لما شفت الحالة قلت له أنا اللي هبقى جيلك، فكان مروحي لأن الراجل قابل فكرة أنه هو بيطرح علينا أفكار في مريوط. أعتقد أن احنا كمان بعتناها بشكل رئيسي وعملنا لجنة لتطوير بحيرة مريوط، كان لأول مرة يبقى فيها جزء تنفيذي والأستاذ أبو العز الحريري الاثنين بيقودوا هذا هذه اللجنة. النموذج الثاني لما اتنقل المستشفى، لما رحت ازوره اتكلم على السودان، يعني الراجل في حالة مرضية، فده نموذج الحقيقة متفرد في الوطنية. ارجو ربنا يرحمه وناخد النهج اللي هو ان الوطن هو اللي باقي وما يبقى العمل الطيب اللي احنا بنعمله، وبعزي في مصر واسكندرية كلها في وفاة المناضل أبو العز الحريري. طيب بالعودة مرة أخرى سيادة اللواء لموضوع الصرف الصحي وحجم المشكلة في محافظة الأسكندرية. حجم المشكلة فندم مرتبط بحاجة بسيطة أوي. يمكن هقول لحضرتك أرقام فسريها يفكري فيها كده. لما نبحث ونجمع قاعدة بيانات لينا عشان نشوف المشروعات المعطلة في اسكندرية، فطلعت 22 مشروع فلوسهم قد ايه؟ 4 مليار 646 مليون جنيه، الارقام دي دقيقه يعني. ابتدانا نشتغل فيهم كلهم، احداهم العمريه. تمام. العمريه ابتدا في 2006، ابتدا كمشروع صرف صحي في 2006 ولاسباب متعدده كان المفروض انه بيخلص بعد 3 سنين ما خلصش.
الشكوى من الناس بتعاني منها لانه ما خلصش في 2009، مش لانك اتاخرتي 5 سنين. المشروع اساسا مفروض ان هو يعيش 50 سنة، يعني يقبل العمرية وكل المشروعات قبل هذا الضغط. النهاردة انا كنت في العمرية، ما عرفش حتى حضراتكم بتتكلموا بناء على ان انا كنت في العمرية. حضرتك فقدت المشروع الالماني. هو ده المشروع ده ب 810 مليون جنيه. ان شاء الله احنا النهاردة فتحنا فيه مية ترعة. يعني ايه مية ترعة؟ يعني بنأكد ان المواسير، واحنا برضو فتحنا في العجمي بس حصل ان ماسورة انفجرت. يعني نقصد الحاجات في التجارب الابتدائية بتاعتها بيبقى ليها مشاكل، لكن الحمد لله لما فتحنا المية وشغلنا الريش في الـ في الـ في العمرية، فكنت النهاردة مع الشركة بنأكد هذا الكلام اللي هي المراحل التجريبية. المراحل التجريبية دي بتنهي بقى مشكلة ان شاء الله 15/9 تنهي مشكلة العمرية والعبد القادر والنصرية والنهضة. هتنهي بعديها ب 15 يوم مشكلة كينج ماريوت، ده مشروع تاني ب 400، في مشروع ب 400، في مشروع ب 38 مليون، لكن الربط مرتبط بان الالماني ده ينتهي او العمرية ينتهي. الفكرة بسيطة قوي، انت المواسير في العمرية 400 سنتي، النهارده هتبقى 2000. 2000 يعني ايه؟ يعني هتستوعب يعني المحطة اكتر. يعني هي المميزات هي في حجم المواسير الجديدة وحجم الجمع. انت هتشتغلي بيها النهارده تقريبا بربع طاقتها عشان تحلي مشكلة العمرية. فالحقيقة انا على المستوى الشخصي هبقى سعيد جدا ان شاء الله، او هتلاقيها كل يوم بتختفي، هيبقى معانا باقي في اثناء التشغيل شهرين بنعمل فيهم ايه؟ في غرف تفتيش، انت عارفه اللي هو كل بيت يتربط مع الشبكة. ايوه احنا منفذين عشان يبقى ارقام عامه كده 9300 غرفه تفتيش، باقي من 12.5 2000، لكن في جزء لحظي اللي في الشوارع واللي في ال ولا واللي في ال واللي في ضعف في يعني 90% كده من البيوت بينتهي بدخوله على الشبكه فورا ان شاء الله في 15/9. هتحس في تحسن. ابتدانا كمان على الجانب الاخر اعاده الشيء لاصله، اللي هو رصف الطرق اللي كانت مفتوحه، وده برضو رقم كبير، ده ب 23 مليون، يعني كم الطرق اللي في العمرية. اعتقد ان ده متغير رئيسي، وربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يوفقكم ان شاء الله، ربنا يكرمكم ان شاء الله. سيادة اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية، شكرا جزيلا لك. حوار شامل مع اللواء سامح سيف اليزل بعد هذا التقرير عن التحديات الأمنية والسياسية اللي بتواجه مصر والمنطقة العربية كلها. تحديات جسيمة تواجه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر رغم مضي البلاد في مسيرتها لتحقيق آمال شعبها. فسياسيا اقتربت البلاد من الاستحقاق الثالث لها، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن استطاعت إنجاز استحقاقان انتخابيان هما إقرار الدستور بإجماع كبير بالإضافة إلى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر انتخابات نزيهة شهدت بها دول العالم. وفي الملف الأمني تواجه الدولة المصرية تحديات كبيرة، أهمها العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر، خاصة في سيناء، بالإضافة إلى أمن المواطن بالشارع المصري والذي شهد تطورا ملحوظا. ويعد الشأن الأمني الأهم في التحديات التي تواجه أي البلاد لكونه العمود الفقري لعملية التنمية والاقتصاد. وبالنسبة للتحديات الاقتصادية، اتخذت مصر قرارات صعبة تمثلت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وخاصة رفع أسعار الطاقة، مما دفع اقتصاد البلاد إلى تحقيق تعافي نسبي نظرا للمميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقدرتها على تعويض أي خسائر تلحق بها بسبب الثورات والأحداث السياسية التي مرت بها. ولتأكيد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا، أعلنت مؤخرا عن مشروعات قومية كبرى سترفع من الدخل حيث سيجعلها قبلة الاستثمار. ومن هذه المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي يتضمن تعميق القناة وحفر قناة جديدة موازية لتقليل زمن المرور وإنشاء مركز لوجستي وصناعي ومحور تجاري وتطوير 6 موانئ وإنشاء مخازن تكفيف ومراكز خدمات وإصلاح سفن وممرات شحن.
والمشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 3000 كيلومتر طرق وإنشاء محطات للطاقة المتجددة ومشروعات للإسكان والكهرباء والبتروكيماويات ومشروع المثلث الذهبي والذي يشمل تطوير المنطقة بين وادي النيل والبحر الأحمر عند محافظة قنا واستصلاح 4 مليون فدان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الوقفة الحوارية الرئيسية لهذه الليلة من برنامج من القاهرة، نناقش فيها أهم التحديات، القضايا الداخلية والخارجية، الوضع السياسي والأمني في مصر في ضوء التدورات الأمنية الأخيرة والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب في سيناء خلال المرحلة الأخيرة، وتزايد العمليات الإرهابية اللي كان آخرها استهداف دورية أمنية بمدينة رفح أسفرت عن استشهاد 11 جندي وضابط، بالإضافة إلى الوضع طبعا في دول الجوار خاصة الملف الليبي وارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري والعلاقات مع دول الخليج وغيرها من الموضوعات، نناقشها في حوار خاص مع اللواء سامح سيف اليزر رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نعرف الأول بشكل عام توصيفك للحالة الأمنية في مصر، ولماذا ما زال هناك يوجد ثغرات ينفذ منها الإرهابيون بعمليات متكررة؟ أولا خلينا نقول بمنتهى الصراحة أن الحالة الأمنية أفضل بكثير مما كانت عليه، يعني ما فيش مقارنة الحقيقة. وبعدين احنا مش بنقول كده يعني مجاملة لحد، لكن بالأرقام وبالأحداث كان هناك طبعا عدم استقرار أمني بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لكن الآن هناك طبعا طفرة كبيرة. الشرطة طبعا تعافت بشكل جيد، وزارة الداخلية بتقوم بعمل كبير جدا وعمل نقدر نقول ليل نهار، الضباط بتستشهد وعن طيب خاطر، ومحدش من بيت زملائهم الآن بيقول لك احنا كمان نقدر، يعني الحقيقة في روح عالية جدا، وأنا الحقيقة مطمئن بشكل كبير على الحالة الأمنية عامة كانت عليها من قبل. ما بنقولش ان احنا وصلنا الى الاستقرار الأمني الكامل، وده هياخد وقت، لكن بالتأكيد احنا افضل من قبل. وهو كان مفيش استقرار أمني كامل في اي حتة في العالم، في استقرار أمني نسبي، ولكن يمكن احنا برضو يعني البلد بتعمل على ان يكون الاستقرار افضل مما هو عليه الآن، ده بالتأكيد، وده ان شاء الله هيحصل، ولكن مسألة تاخد وقت شوي. في الوقت الحالي من اين يأتي السلاح؟ يعني تم تدمير العدد الأكبر من الأنفاق، ولكن يعني نعلم أنه من حدود مصر المختلفة في منافذ أخرى لتهريب السلاح. لا أقول لك حاليا ما فيش تهريب زي الأول، بالتأكيد قل بشكل كبير جدا، برضو ده ليس مجاملة ولكن ده حقيقة. يعني خليني أقول لك أن اللي موجود حاليا ده اللي دخل أيام محمد مرسي ودخل أيام الإخوان المسلمين، فترة الأولى لما كان هناك حالة تسيب أمني، كان الشرطة بأزمة ما كانتش متعافية إلى آخره، ولكن بأمانة الوضع الحالي التهريب قل بشكل كبير جدا. أنا مش شايف إن حقيقة إن في عملية تهريب كبيرة قبل كده، كنا نستمع دايما القبض على وعليها قنابل وهونات ضغط للطائرات حاجات كده، لا ده الكلام ده مش موجود دلوقتي حقيقة يعني. فإذا التهريب قل بشكل كبير جدا، ما هو موجود ويستخدم هو كان مخزنا من قبل في مخازن كثيرة في محافظات مصر المختلفة وليس فقط في سيناء. طب سيادة اللواء، يعني هذه الحوادث الإرهابية التي تقع هنا وهناك آخرها طبعا ما حدث في رفح واستشهاد 11 جندي وضابط، يعني رغم كل الاحتياطات الأمنية التي تتخذ وتعافي الأجهزة الأمنية مرة أخرى، إلا أنه هناك من يقول أنه هناك بعض الثغرات بينفذ منها الإرهاب، كيف يمكن سد هذه الثغرة؟ خلينا نتفق اولا ان مفيش حاجه اسمها امن 100% في اي مكان في العالم طبعا، ويعني هي دي النظريه الامنيه. لا توجد حاله امنيه نقدر نقول توقف جميع العمليات التخريبيه الارهابيه المضاده للقوانين في اي دوله في العالم بنسبه 100%. اذا لازم هتشوف حوادث من هنا ولا، لكن هذه الحادثه تحديدا كانت ضد عربيه مدرعه للشرطه، وده كان يقال ان ابو شيتا عندما قتل قبلها بيوم ان اسرته او حد من اخواته هو اللي عمل هذه العمليه كريفنج او يعني انتقام، لكن ده لسه جاري التحقيق فيه. لكن عايز اقول لحضرتك ان بعدها مباشره قوات المسلحه والشرطه نزلت قضت على حوالي 36 ارهابي في سيناء، منهم بعض الناس اللي كانوا منفذين لهذه العمليه، ايضا تم القبض على بعض العناصر بيتم التحقيق معها الان، وايضا تم القضاء على بعض البؤر الارهابيه الاخرى، يمكن حوالي 11 بؤره
خلال 48 ساعة اللي فاتت. فاذا يعني بيحصل وهيحصل يعني هيحصل. كان قصدي من سؤالي يعني الثغرات يعني اللي هي زي ان احنا سمعنا ان كان في مثلا انبوبه بوتاجاز او غاز في العربيه دي كانت مشكله يعني لانه العبوه الناسفه كان ممكن ما تحدثش هذا الضرر لو ما كانتش الانبوبه دي موجوده. ده صحيح. انا ما عنديش معلومه مؤكده هل في انبوبه، لكن انا استمعت لهذه القصه زي ما حضرتك تفضلت يعني قريناها يعني على الواقع ما نعرفش مدى صحتها. لكن في النهايه حتى لو كان ده موجود الناس بتتعلم من الدروس المستفاده. ده مش هيتكرر ان شاء الله بالتاكيد، لكن اللي انا عايز اقوله ان الأخطاء واردة لكن هو عدم تكرارها هو المهم. كيف ترصد القوى الإرهابية مرور مثلا حافلات تابعة لقوات أمنية وتستهدفها بهذا الشكل؟ بصي الدوريات موجودة ومستمر، احنا بنتكلم على منطقة صحراء مفتوحة، ممكن رصد العربية من كيلوات طويلة، لأن مش مثلا منطقة عمرانية فيها أحياء سكنية وبيوت كتيرة ولا لا إطلاقا. يعني أي واحد من بعيد 3 4 5 كيلو يبقى شايف عربية جاية من بعيد ماشية من الشرق للغرب او من الشمال الى الجنوب، فبيتحركوا في الوقت ده يعني بياخدوا وقتهم. يعني الترقب من بعيد الفصل الزمني لحين الوصول الى النقطه دي بيكونوا هم قدروا، ده معروف يعني في المناطق الصحراويه المنطقه المفتوحه يعني. وخصوصا كمان انه بيتم التفجير عن طريق ريموت كنترول، فيعني اذا كانوا هم شايفين المركبه بالزبط. ماشيه من بالزبط. بعيد يعرفوا هي عدت على العبوه الناسفه ولا لا. ده صحيح. طيب يعني لو كنا بنتكلم لسه على العمليات الارهابيه اللي كان طبعا وما زال اكثرها في سيناء، مصر اتدخلت فيما حدث في قطاع غزه من عدوان اسرائيلي غاشم على القطاع، وقدرت بواسطتها انها تصل الى الهدنه ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وشكر حماس مصر على هذا المجهود. هل من الممكن او تعتقد سيادة اللواء انه يتم تنسيق امنيا مع حماس للقضاء على هذه الجماعات التكفيريه الموجوده في سيناء؟ لا هو الوضع الان ان هناك حكومه بين حماس، حكومه مشتركه بين حماس وفتح او السلطه الفلسطينيه في رام الله يعني، وبالتالي عندما اجتمعت القوه الفلسطينيه مره اخرى التعامل مع السلطه الفلسطينيه اللي من داخلها في بعض اعضاء من حماس موجودين في اللجنة التي شكلت للتفاوض في الشأن الفلسطيني. إذن مصر تتعامل مع السلطة الفلسطينية وكان من ضمنها أعضاء من حماس شكلتهم السلطة الفلسطينية وشكلت منهم اللجنة، وده ما فيش مشكلة فيه على الإطلاق. ولكن أنا يمكن برضو يعني هرجع لحتة حتك تفضلت وقلتها أن حماس شكرت مصر. أنا الحقيقة برضو استمعت إلى مؤتمر الصحفي اللي عمله خالد مشعل في قطر في الدوحة، ولم يعجبني بعض الفقرات فيها على مصر الحقيقة، فأنا كنت أفضل أن يبقى الموقف غير كده. يعني سئل عدة مرات على موقف مصر فقال أنا كنت أفضل أن يكون الموقف المصري أفضل مما كان هو عليه. إيه اللي ممكن تعمله مصر؟ تخش تحارب؟ يعني مصر النهاردة وقفت من تاني يوم مع الشعب الفلسطيني وليس مع حماس ولا مع سلطة فلسطينية، وقفت مع الشعب الفلسطيني الذي كان يقتل بدم بارد، أطفال أبرياء وسيدات وكبار سن وشباب يقتل في فلسطين في غزة قطاع غزة ليس بأي هدف إلا أنه كان يسكن في هذه المنطقة. مصر بتقف مع الشعب الفلسطيني ووقفت تاريخيا مع الشعب الفلسطيني ولا تزال وستظل، لأن الموقف المصري ومساندة الشعب الفلسطيني هو موقف ثابت تاريخي مستمر طبعا. طيب احنا لسه بنتكلم على سيناء على وجه الخصوص قبل ما ندخل في بعض الصراعات الإقليمية اللي قد تؤثر على مصر ودور مصر فيها، ولكن هنذهب إلى موجز الأهم وآخر الأنباء مع خالد حسين، نرجع نكمل حوارنا مع سيادة اللواء سامح سيف ياسر. الحادية عشر مساء في القاهرة، موجز جديد لأهم الأنباء، مرحبا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط قائد الكتلة النيابية اللبنانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على أمن منطقة الخليج العربي، مشددا على أن أي ترتيبات في المنطقة يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لمصر ولدول الخليج على حد سواء. وحذر السيسي من محاولات استغلال الدين للسيطرة على الشعوب العربية بما يساهم في خلق بيئة خصبة للإرهاب. من جانب